أهلا بكم إلى صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة ضمن سياستها القمعية، القوات الحكومية تقتل 6 متظاهرين وتصيب 200 آخرين في البصرة. في البصائر 2500 معتقل ومختطف في تظاهرات العراق. في المدى الإضراب وقطع الطرق يصل إلى مناطق حيوية في بغداد، والسلطات تتلافى مقاطع الفيديو. في الجزيرة نت، وسط استنكار أمريكي وأوروبي، إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم. في القدس العربي، متظاهر العراق يخوضون معركة الجسور، واتهام لخامنئي بإصدار فتوى لقتل المحتجين. في العرب اللندنية، انقلاب في موقف باسيل، ومن خلفه حزب الله يفتح الطريق لحكومة تكنوقراط. وفي العربي الجديد، إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض. انتفاضة تشرين، الشعب إذ ينتصر، مقال للكاتب محمد الجميلي نشر في صحيفة البصائر العراقية، وجاء فيه: منذ تفجر انتفاضة الأحرار في الأول من تشرين الأول بوجه الطغاة عملاء الاحتلال في العراق، والأيام تثبت أن الشعب قد انتصر، وأن دماء الشهداء قد انتصرت على سيوف بغيهم وجبروتهم، وأن الحق قد دمغ باطلهم فكان زهوقا. في انتفاضة تشرين ظهر النظام الفاسد وكأنه قد صدم بسبب قوة الانتفاضة، ويبدو أن النظام الدموي ظن أن الشعب تم تخديره بوعوده الكاذبة الزائفة وبالمخدرات الإيرانية التي وصلت حتى المدارس الابتدائية في أغلب محافظات العراق، وأن إشغال الشعب على مدار العام بمناسبات لا حصر لها تحت غطاء حب آل البيت قد نجح في خداعه وجعله يرضى بالواقع المزري والمأساوي الذي حل به منذ الاحتلال وحتى اليوم. إن انتفاضة تشرين تحت شعار نريد وطن حققت أسمى أهدافها حين أسس المنتفضون وطنا لهم في ساحة التحرير، فدوه بأرواحهم وحرسوه ليل نهار من فوق جبل أحد بعد حرمانهم لعقد ونصف من شيء اسمه وطن. ولأول مرة منذ الاحتلال يستعيد العراقيون وطنهم، وإن كان في بقعة صغيرة من أرض الوطن الواسعة، ولكنها النواة التي ستجمع حولها كل أطراف الوطن. لقد حققت انتفاضة تشرين إنجازاً عظيماً حين قبرت الطائفية في اليوم الأول من انطلاقتها، فخنقت الأحزاب التي عاشت عليها وضيقت عليها أنفاسها التي باتت معدودة بفضل صبر الثوار وتضحياتهم ووعيهم الذي فاجأ الكثير. وها هي ساحة التحرير تجمع كل فئات الشعب وطوائفه وأديانه، وها هم يبكون لأول مرة حين يسمعون نشيد موطني، وها هو الأمل بمستقبل واعد يزهر أمامهم من جديد. يتابع محمد الجميلي قائلا: صحيح أن النظام الدموي المدعوم دوليا وإقليميا لن يستسلم بسهولة، خصوصا وهو يستخدم القوة من غير رادع، أو يعني من خلال هذا العالم الظالم، أنه سيفعل كل ما تحيه إليه شياطينه لقمع الثائرين، ولكن الشعب سينتصر في النهاية. فليس هناك قوة أقوى من الشعب إذا اتحد. إلى مقال آخر منشور في صحيفة المدى وفي مستهله: انطلقت انتفاضتا العراق ولبنان في شهر تشرين الأول أكتوبر للعام 2019 من محاولات جادة للشعبين العراقي واللبناني باتجاه كسر المعادلة المحرمة التي سادت زمنا طويلا. مقال للكاتب أحمد عبد الرزاق شكارة في صحيفة المدى. الانتفاضة اللبنانية مثلها تماما كالعراقية مزجت بين غضب شعبي عارم ضد السلطات الحاكمة
التنفيذية والتشريعية بشكل خاص، التي فشلت بشكل يكاد أن يكون كلياً في إدارة دفة الحكم، وحالة وطنية احتفائية عكست نوعاً من الرقي المدني، مستقطبة جميع شرائح طبقات فئات وطوائف المجتمعين اللبناني والعراقي، الذين خرجوا عن بكرة أبيهم للتجمع في ساحات الشهداء ورياض الصلح وساحة التحرير الشهيرة. إن غالبية السكان في لبنان والعراق هم من فئة الشباب، يعيشون حالة من البطالة المزمنة المقنعة التي لم يعد يستوعبها محيط العمل العام الذي أضخم حقاً ببطالة مقنعة، وصلت في الحالة العراقية إلى قرابة 8 ملايين شخص، جميعهم تقريباً يعمل في القطاع العام في بلد يتمتع بخيرات وافرة وضخمة جداً، جوهرها ثروة نفطية معززة باحتياطات تصل إلى أكثر من 150 مليار برميل و132 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى غير ذلك من ثروات ومعادن طبيعية حيوية كبرى غير مستغلة كامنة تصل إلى ملايين الأطنان. علماً بأن التمعن والقراءة الموضوعية المعمقة للحدثين التاريخيين في العراق ولبنان معاً يؤكد لنا وجود مشهد درامي سيرالي وحد الشعبين العراقي واللبناني في حبهما للوطن وسعيهما لتعزيز وتمتين وجوده في القلوب والعقول. يقول إشكارا أيضاً إن خروج مئات الآلاف في ساحات وشوارع العراق ولبنان بصورة مكثفة مستمرة احتجاجاً على حالة الهيمنة للتكتلات السياسية العرقية الدينية المذهبية وحالة انتشار السلاح البعيد عن قوة الدولة، يقول إنها ظاهرة تسيدت المحيطين السياسيين العراقي واللبناني بصورة لافتة كان يظن أنها ستستمر كواقع لا بد منه أي حتمي، ولكن انتفاضتي لبنان والعراق دحرتها نسبياً. إلى مقال جديد منشور في العرب اللندنية وفي مستهله: هزيمة خامنئي في العراق ستكون أشبه بهزيمة الخميني عام 1988، ستفضل إيران أن تخرج من العراق مهزومة على أن تكون مطرودة منه. هذا ما جاء في مقال للكاتب فاروق يوسف. الجنون الإيراني لم يعد له محل في القاموس اليومي العراقي. عراقياً صار شعار إيران برا برا هو الرمز وهو مفتاح التعرف على الحقيقة، حقيقة الصراع بين إرادتين. الأولى هي إرادة أقلية فاسدة ترى في الهيمنة الإيرانية حماية لمصالحها، أما الثانية فهي إرادة الأكثرية التي يمثلها الشعب الذي لم يعد ما يرضيه أقل من طي صفحة النظام الطائفي الذي انتهى إلى طريق مسدودة لا يمكن لأسباب الحياة أن تستمر فيها. من الواضح أنه لا يوجد أي قدر ممكن من التفاهمات بين الإرادتين، لذلك فإن الأمل في تسوية في إمكانها أن تنهي الصراع أو تبطئ من سرعته هو نوع من السراب الذي يزعج إيران بسبب ما يحمله من عناصر تشكيك بما كانت قد عولت عليه حين اعتقدت بأن الملف العراقي قد طوي لصالحها وأنها استطاعت أن تدفن العراق التاريخي تحت ركام الدولة الطائفية التي تدين بالولاء لها. على حين غرة اكتشف النظام الإيراني أن كل ما تصوره بناء راسخا يهدد من خلاله دول المنطقة هو مجرد كيان وهمي، وأن الطبقة السياسية الفاسدة التي اعتمد عليها في تطبيق مشروعه وتطبيع مشروعه في العراق يعيش أفرادها في عزلة تامة عن الشعب الذي لا تعرفه. يتابع فاروق يوسف: لقد فجع النظام الإيراني بأن مدينة الحسين وهي كربلاء كانت الأكثر احتجاجاً على وجودهم، بحيث وضع المحتجون لافتة على أسوار القنصلية الإيرانية كتب عليها أغلقت بأمر الشعب. الآن إلى مقال منشور في صحيفة القدس العربي، وجاء فيه عن العراق ولبنان ونموذج السوداني، كتب جلبير الأشقر في صحيفة القدس العربي:
لقد ظل تجمع المهنيين السودانيين إلى يومنا هذا يقوم بالدور الأبرز في قيادة الثورة السودانية، بعد أن انضمت إليه إثر اندلاع الثورة نقابات عمالية مستقلة نشأت في كل قطاعات الطبقة العاملة السودانية، حتى أصبح التجمع قوة اجتماعية بالغة الأهمية، وبات اسمه يطلق على ظاهرة أكبر بكثير مما توحيه التسمية. هذا وقد التفتت الحركات الاحتجاجية الطامحة إلى التغيير الثوري في سائر بلدان المنطقة العربية إلى النموذج السوداني في التنظيم الاجتماعي والسياسي، واستلهم مناضلو ومناضلات الطليعة في الحركين العراقي واللبناني المثال السوداني، مما دفعهم إلى تشكيل جمعيات مهنية ونقابية تطمح إلى تولي دور الأطر القيادية للنضال الجماهيري. وكانت النتيجة أننا رأينا بتزامن غير مقصود بروز أطر مماثلة في الحركين المذكورين في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وهو شهر انطلاق الثورتين. التحدي الذي يواجهه الحركان العراقي واللبناني في المجال التنظيمي يقوم أولاً على تمكن الجماعات المهنية في البلدين من تثبيت عملها المشترك في إطار تنسيقي واحد على شاكلة تجمع المهنيين السودانيين. فمنذ معاودة الحراك العراقي في 25 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وفضلاً عن انضمام الجامعات إليه بأساتذتها وطلابها، باتت تحتل الصدارة فيه نقابات الأساتذة والمعلمين والمهندسين والأطباء والمحامين، وهي القطاعات المهنية عينها التي نشأت في أوساطها الجمعيات التي تولت قيادة الثورة السودانية. وقد دعت النقابات المهنية العراقية إلى الإضراب العام في البلاد سعياً وراء نقل الحراك الشعبي إلى مستوى أرقى من القوة والفاعلية. وكذلك في لبنان وفي الوقت نفسه أخذت شتى القطاعات المهنية تفرز هيئات نقابية من صفوفها، بينها وفي دور بارز أساتذة الجامعة والمهندسون. أما التحدي الذي يواجهه الحركان العراقي واللبناني في المجال التنظيمي فيقوم أولاً بحسب الأشقر على تمكن الجماعات المهنية في البلدين من تثبيت عملها المشترك في إطار تنسيقي واحد على شاكلة تجمع المهنيين السودانيين. الآن إلى صحيفة أجنبية. أكد مراسل صحيفة التايمز ريتشارد سبنسر أكد أن الغرب لن يسحب أبداً قواته من الشرق الأوسط، فمهما قال القادة فلن تنسحب أمريكا ولا بريطانيا ولن تسحب كل منهما جيوشها من المنطقة. ربما كانت تصريحات الساسة مفاجئة وغريبة، لكنها تتبع نفس الأشكال السابقة، فقد تعهد كاميرون في 2014 بعدم العودة أبداً إلى أفغانستان، وهو البلد الذي تدخلت فيه بريطانيا لمدة 13 عاماً حتى ذلك التاريخ. وفي العام الماضي ذكرنا مسؤول أفغاني أن القوات البريطانية لا تزال هنا، ففي تقرير لصحيفة التايمز جاء فيه مسؤول أفغاني يناشد القوات البريطانية، وتبعه إعلان عن إرسال 400 جندي إضافي إلى هناك. وفي الولايات المتحدة أصبح التبجح بهذا الكلام جزءا من الخطاب الانتخابي الذي يروجه المرشحون على الناخبين في بلد يحتفظ بأحد عشر أسطولا من الطائرات حول العالم. وماذا تفعل هذه في ظل شعار دونالد ترامب أمريكا أولاً؟ وفي موسم الحملات الانتخابية هناك تسابق بين المرشحين حول من سبق الآخر بالدعوة إلى سحب القوات. فبعد قرار ترامب قال المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز إنه كان معارضاً قوياً للحروب التي لا تنتهي، فيما دعت المرشحة الديمقراطية إليزابيث وارن إلى خروج الولايات المتحدة بشكل كامل من الشرق الأوسط. ولا أحد يلوم المرشحين بعد الأرواح التي سقطت في أفغانستان والعراق والدمار على المنطقة بشكل عام، ولكن المسألة ليست بهذه البساطة. فقد قضى باراك أوباما 8 أعوام محاولاً الوفاء بوعده وهو إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. وبحسب مراسل التايمز فعلى ما يبدو أن مطلب نهاية الحرب اللانهائية مشابه لشعار دعونا نخرج من أوروبا،
وفي كلتا الحالتين فإن الخطاب الشعبوي متجذر بالتحيز، وفي النهاية فإن الدعوة للخروج هي شيء والعثور على الباب للخروج منه شيء آخر. الآن إلى مقال عن تظاهرات لبنان التي تخترق جدار الطوائف، يقول فيه كاتبه: لا أحد يعرف اليوم متى سيتوقف مسلسل الانتفاضات الشعبية التي تحصل بين حين وآخر في بعض الأقطار العربية، حيث شملت الاحتجاجات في أشهرها الأولى كلا من المغرب والبحرين ثم اليمن وليبيا وسوريا، ثم تواصلت بعد ذلك بسنوات في كل من السودان والجزائر، وها هي اليوم تعم العراق ولبنان. مقال للكاتب كمال عبد اللطيف في صحيفة العربية الجديد. لا نتردد في النظر إلى ما يقع منذ أزيد من أسبوعين في المدن اللبنانية باعتباره جزءاً متمماً لمعارك الاحتجاج التي نشأت وتنشأ منذ سنوات داخل المجتمعات العربية، وهو يتميز ببلورته شعارات تتوخى تفكيك البنية الطائفية لنظامه السياسي، وهي البنية التي شكلت منذ أربعينيات القرن الماضي قيداً من القيود التي لا يقبل أحد تجاوزها، حيث يواصل زعماء الطوائف الإيمان بجبروتهم وجبروت من يحتمون به من القوى الإقليمية ومن الغرب، معتقدين بخلود النظام القائم ودوام امتيازاته. تتجه شعارات الحراك نحو إسقاط النظام برمته، وهي تتخذ طابعاً مدنياً مخترقاً للطوائف. إنها ثورة على النخبة السياسية السائدة، وإذا كنا نسلم بأن لبنان يعد موطناً لثقافة النهضة العربية، حيث ساهمت نخبه منذ قرنين في توطين ثقافة الحداثة والتحديث في الفكر العربي المعاصر، فإن ما يترتب عن ذلك أن المجتمع اللبناني مؤهل لبناء مجتمع يرعى قيم الأزمنة الحديثة في السياسة والثقافة. تهدف انتفاضة اللبنانيين بحسب كمال عبد اللطيف تهدف إلى إعادة بناء النظام السياسي اللبناني خارج حسابات الطائفية وتوابعها، فقد أصبح واضحاً اليوم أن أخويات الطوائف لم تنتج الاستقرار ولا الأمن ولا التنمية. الآن إلى هذا الخبر الذي اخترناه لكم. يبدو أن عجائب النمل لا تنتهي، إذ كشفت دراسة جديدة لباحثين بجامعة أرهوس الدنماركية أن النمل يمكنه محاربة حوالي 14 نوعاً من الأمراض التي تصيب النباتات، الأمر الذي يسعى العلماء لسبر أغواره أملاً في اكتشاف مبيدات حشرية حيوية يمكنها مكافحة الآفات الزراعية، خاصة تلك التي تظهر شراسة في مقاومة المبيدات الحشرية المستخدمة حالياً. وبيّنت الدراسة المنشورة بدورية أيكوس أن العديد من أنواع النمل المختلفة يمكنها المساهمة في حماية النباتات من الأمراض عبر طرق متنوعة، حيث تمتلك بعض أنواع النمل غددا تقوم بإفراز مركبات كيميائية تعمل على مضادات حيوية، كما أن أنواع أخرى من النمل تستضيف مستعمرات بكتيرية على أجسامها، وتقوم هذه المستعمرات بإنتاج مضادات حيوية طبيعية أيضاً. وتوصف العلاقة الحيوية بين النمل والنباتات بأنها تكافلية تضمن المنفعة لكلا الطرفين، حيث إن وجود النمل على النباتات يحميها من آكلات العشب، وفي الوقت ذاته توفر النباتات مصدراً للغذاء والسكن للنمل. لكن الدراسة الجديدة كشفت أن النمل يلعب دوراً إضافياً في حماية النباتات من الأمراض. إلى الكاريكاتير.
وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا الصدى. مشاهدينا الكرام، نتمنى أن ترفلوا دائما بجميل الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.